الأنباء الجزائرية مسار حافل وريادة إعلامية. وكالة الأنباء الجزائرية تحتفي بالذكرى 61 لتأسيسها، أكثر من 6 عقود من العطاء ومواكبة مراحل البناء والتطوير ومسيرة العسير واليسير، ولا تزال تتصدر المشهد الإعلامي بالجزائر بفضل خبرة واحترافية صحفيها. المناسبة كانت فرصة لتسمية قاعة تحرير بأسماء شهداء الواجب. إن إحياء الذكرى 61 لوكالة الأنباء الجزائرية والتي جاءت هذه السنة تحت شعار التجديد والعصرنة مثال حي ومباشر في تأكيد ولوج وكالة الأنباء الجزائرية عالم الرقمنة باقتدار ومواكبتها للتكنولوجيات الحديثة. هذا اليوم الذي لم نتخذه فحسب للاحتفال، بل كمحطة للتقييم، تقييم الأداء، تقييم العمل، ولإرساء انطلاقة جديدة نحو مستقبل واعد، مستقبل يضمن الإنجازات ويحقق المزيد من المكاسب لوطننا ولمؤسستنا الإعلامية ولعمالنا وإطاراتنا في الوكالة. الجلفة ورقلة عين الدفلة. في هذا اليوم المميز لم تنسى وكالة الأنباء الجزائرية تكريم أبنائها الذين كانوا جزءا لا يتجزأ منها وقضوا عمرا فيها فأفنوا وضحوا. أتمنى أن تبقى هذه الوكالة منارة تنير درب هذا الوطن وتساهم في نموه وتطوره. هي ذكرى غالية على قلوبنا، غالية لأنها خلدت لي ذكرى وفاة والدي، وذلك بتسمية قاعة التحرير باسمه دكتور محمد الأمين شهيد القلم الصحفي. لقد لبينا هذه الدعوة بكامل الفخر بكامل الاعتزاز لكوننا ننتمي لهذه الأسرة الإعلامية. المكاتب الجهوية للوكالة هي الأخرى وعبر مختلف ولايات الوطن واكبت هذه الاحتفالية الرمزية من خلال تكريم من كانوا بالأمس أقلاما تلاحق المعلومة قبل التقاعد. الذكرى 61 محطة للوقوف واستذكار السابقين وموعد للتطلع لغد أفضل يملأه الإصرار والتحدي لمواصلة ريادة الإعلامية بشعار العصرنة والتجديد.